عسلامة ومرحبا بكم على قناتنا الإخبارية الحياة لافي. كيف ما تعودتوا في كل يوم عنا أخبار وأحداث جديدة ومتنوعة. اليوم باش نحكيو على رد وزير الداخلية توفيق شرف الدين اللي قال لست أهلا لتولي رئاسة الحكومة. هي قاعدة تطلع إشاعات وأكاذيب العاني باش يحملوا يعملوا إضرابات واضطرابات داخل الحكومة داخل الوزارات والحقائب الوزارية. كل مرة هاك يفرقوها على واحد، مرة على وزير الداخلية، مرة على إبراهيم بودربيلة رئيس هيئة المحامين، كل مرة حكاية. اليوم وزير الداخلية توفيق شرف الدين يرد على الأنباء المتداولة بخصوص سعيه لتقلد منصب رئاسة الحكومة، وقال خلال لقاء إعلامي: هذه معلومة بعيدة كل البعد عن الواقع، وأقولها وأرد، لست أهلا لأكون رئيس حكومة ولا أسعى لهذا المنصب، وأكن كل الاحترام لرئيس الحكومة نجلاء بودن. رغم هما بالعادي قاعدين يفتنوا يا جماعة، فهموها حطوها في بالكم، قاعدين يفتنوا بين الوزراء. احنا توفيق شرف الدين حشنا بيه في وزارة الداخلية، يخدم على روحه ما شاء الله ورجلها ومشيت على جن ما تلخبطوش، ونجلة بودن حشنا بها في رئاسة الحكومة لأنه بالحق قاعدة تخدم على روحها وقاعدة تشرف في البلاد. ما فماش علاش باش نغيروا الهيكل الوزاري الحالي، لأنه ما شاء الله وتبارك الرحمن يخدموا الكل بدون استثناء، لكن يحبوا يشوشروا عليهم. ما تنساوش الدعم والاشتراك، وباي باي.